وينضم إلينا من الخليل الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل. أهلا بك دكتور عماد معنا. نبدأ معك بهذه التصريحات الإيرانية والتهديد الإيراني، ويليها كذلك تهديد إسرائيلي، ولكن ما نراه في الحقيقة مثلا عندما كان هنالك محاولة لاغتيال نتنياهو في قيصاريا، خرج مبعوث الأمم المتحدة الإيراني وقال أن إيران ليس لها شأن بذلك. برأيك إلى متى سنستمر في الاستماع لهذه التهديدات ورد الفعل يكون على أراضي الغير؟ هنا نتحدث عن لبنان. تحياتي لك والجميع. أهلا بك. طبعا أرى أن إيران غير معنية بتصعيد حقيقي في موضوع الضربة الإسرائيلية حتى لو وجهت لإيران. السؤال هو لماذا تأخرت الضربة؟ أنا أتوقع أن تكون الضربة في الأيام القادمة. هذا جزء من مخطط نتنياهو أن تجري الانتخابات الأمريكية وفي أجواء مشحونة تماما، بمعنى آخر ممكن أن ينتظر لغاية الأسبوع القادم ويوجه ضربة إلى إيران، أو ربما نهاية هذا الأسبوع. يعني يفترض أنه قبل أيام قليلة جدا من موعد الانتخابات تكون هناك ضربة إسرائيلية قوية، ويتوقع أن يكون الرد الإيراني في إطار المحدود والمحدد. أنا أستبعد أن إيران معنية الآن بالدخول بمواجهة، وهي تدرك أولا مخطط نتنياهو، ثانيا هي غير معنية بهذا الجزء أو بآخر. هي إيران تدافع عن نفسها مثل ما تفضلت من خلال حزب الله، تستطيع الآن أن تلعب دور الوكيل لإيران في المنطقة، وبالتالي تزود حزب الله بسلاح. الجبهة اللبنانية وحزب الله تحديدا يتم استنزاف إسرائيل بهذه الجبهة، وفي نفس الوقت إيران تكون على الأقل بعيدة عن مواجهة مباشرة بين إسرائيل وبينها، وكذلك الأخطر من ذلك وهذا ما تخشى إيران أن تكون المواجهة أمريكية إيرانية. لذلك نتنياهو عمليا هو معني بإيصال الأمور إلى درجة عالية جدا من التسخين والتصعيد. إيران لا أراها كذلك. الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة الحزب الديمقراطي بايدن وكامالا هاريس ليسوا معنيين الآن بالدخول في مواجهة مع إيران، لذلك نتنياهو سينتظر من هو داخل إلى البيت الأبيض يوجه ضرب الآن ما قبل الانتخابات، وبعد ذلك ينتظر هل هو ترامب أم كمالا هاريس من سيدخل إلى البيت الأبيض، وبعد ذلك لكل حادث حديث. لكن لماذا برأيك هذا التوقيت دكتور في هذا الوقت الضائع قبل الانتخابات الأمريكية، لماذا بالتحديد برأيك الآن؟ أنا أرى منذ إلقاء نتنياهو خطابه في الكونغرس ثم امتناع كمالا هاريس عن حضور خطابه في الكونغرس، وبعد ذلك في اليوم التالي ذهب للقاء منفرد مع ترامب، عاد مباشرة وقام باغتيال فؤاد شكر في بيروت ثم اغتيال إسماعيل هنية في طهران. ومنذ ذلك الوقت منذ تقريبا 3 أشهر والشرق الأوسط مشتعل، وكأنني باتفاق ما بين نتنياهو وترامب، وكلنا يعرف ويدرك حجم العلاقة بين الشخصين، على أن يبقى الشرق الأوسط مشتعلا لحين إجراء الانتخابات على الأقل، لأنه هذا يقوي موقف ترامب. هذا يجعل ترامب يوم الانتخابات يقول للناخب الأمريكي انظروا إلى حليفتنا إسرائيل، الصواريخ توجه لها من 7 جبهات كما يقول نتنياهو. لم تكن إسرائيل مهددة بهذا الشكل إلا في عهد رئيس ضعيف اسمه بايدن. هذا بتوقع أنه جزء من رؤية نتنياهو ترامب لهذه المرحلة. لذلك لم نشهد يوما هادئا انتقال وتسخين الجبهات من جبهة غزة إلى جبهة لبنان إلى جبهة اليمن إلى الجبهة الإيرانية. كل ذلك حدث في خلال فقط 3 أشهر، ولم يكن هذا مصادفة أو شيء. كلنا يدرك حجم العلاقة الاستراتيجية بين ترامب ونتنياهو، كلاهما يكمل الآخر، كلاهما يؤمن بمشروع الآخر بهذا الموضوع. كمالا هاريس عندما تمتنع عن الاستماع لنتنياهو في الكونغرس، هذه ضربة قوية حقيقة. عندما تقول له مباشرة في المؤتمر الصحفي في اليوم التالي أنك تمارس قتل أبرياء غير مبرر بهذه القوة، كان عمليا ضربة لنتنياهو. الآن كل أمنيات نتنياهو ألا تكون كمالا هاريس هي رئيسة أمريكا في الفترة. لكن هل هي ضربة بالفعل لنتنياهو دكتور، أم أنها حفاظا على الناخبين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة؟ لأنه معظم الناخبين يعني العرب موجودين في الولايات المتأرجحة كما يصفونها. هذا جزء من الكلام صحيح ودقيق 100%، لكن كمان أنا أرى بشخصية كمال هاريس
ليست بالتطرف الموجود في عقلية ترامب. هي نعم، وجميع رؤساء إسرائيل وكل الأحزاب في أمريكا الديمقراطية أو جمهوري عبر تاريخ إسرائيل الطويل لم يكونوا إلا مع إسرائيل قلبا وقالبا، لكن هناك اختلاف ما بين ترامب الذي حكم 4 سنوات ورأينا كيف إسرائيل سادت المنطقة الشرق الأوسط وضم الجولان بشكل رسمي ونقل السفارة وقاد عملية تطبيع كبيرة، وما بين الرؤساء السابقين لأمريكا يقودوا العملية لكن ليست بهذه الدرجة من الهرولة والتسرع وهذا الحماس والاندفاع لإسرائيل. لم نشهد في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية اندفاع رئيس أمريكي بهذا الشكل بهذا الموضوع. طيب عندما يخرج من ترامب بعد التصريحات بأنه إذا كان هو رئيسا للولايات المتحدة لما كان حدثت هذه الحرب ولما كان حدث 7 أكتوبر وبأنه يريد السلام للشرق الأوسط، ما هو السلام الذي يتحدث عنه ترامب؟ عفوا، بالضبط هي ما حدث من عام 2016 ل 2020، هذا هو السلام الذي يريده. صفقة قرن تفرض على الشعب الفلسطيني، تفرض على الأنظمة العربية، يفرض عليهم فتح علاقات مع إسرائيل بهذا الشكل، والشرق أوسط بزعامة إسرائيل، هذه الرؤية الأمريكية. ومن يعارض عليه أن يتلقى، ليس بالضرورة، ترامب لم يؤمن بحروب في ذلك الوقت، ترامب يؤمن بالعكس سحب الجيوش الأمريكية من دول العالم والعودة لأمريكا أولا، الشعار الذي رفعه دائما. طيب دكتور عماد، أريد العودة إلى ما تحدثت عنه في بداية اللقاء اليوم عندما قلت بأنه إسرائيل تأخرت في الرد، وفي الحقيقة هذا تساؤل عند الكثيرين لأنه بالعادة إسرائيل لا تتأخر في الرد، تعودنا من إيران أن تتأخر وتدرس الرد، ولكن إسرائيل دائما ترد بطريقة سريعة لربما لتواجد الأسلحة بكثرة أو أنها تمتلك منظومات يعني متطورة وجزء منها عجرفة أيضا، ولكن لماذا تأخرت؟ كان هنالك تقارير عن وجود تسريبات من الكابينت الإسرائيلي عن معلومات للرد على إيران، هل برأيك السبب هو بعض الخروقات في إسرائيل، خاصة وأن الشباك اليوم قال بأن هنالك إلقاء قبض على 7 إسرائيليين كانوا يصورون قاعدة عسكرية إسرائيلية لصالح إيران؟ يعني موضوع التسريبات أنا أرى أحيانا وخاصة في السياسة الإسرائيلية وأنا متتبعها بشكل جيد، أحيانا هي تسريبات مقصودة يعني ليست تسريبات فعلية، أحيانا يسرب الخبر ويوحى للإعلام وكأنه مسرب، هو أحيانا تمرير أفكار، إيصال أفكار للخصم وإدخال الخصم في حالة ضياع وحالة ضبابية بحيث أنه لا يعرف إسرائيل بالفعل تضرب أو لا تضرب، ما هو موعد الضربة. أنا قراءتي لنتنياهو تحديدا وهو الذي يقود العملية السياسية والعسكرية في إسرائيل، نتنياهو يؤخر الضربة إلى أيام قليلة قبيل الانتخابات مرة أخرى لكي نصل إلى موعد الانتخابات على الأقل في ظل 4-5 أيام وشرق أوسط مشتعل. هذا ما أتوقعه أنا من قراءة نتنياهو، وهذا هو السبب الوحيد الذي يفسر تأخير الضربة. أما هو لديه ضوء أخضر أمريكي لهذه الضربة، اتفاق ما بينه وبين أمريكا اللي على ما هي الأماكن وما هي طبيعة الضربات التي ستوجه إلى إيران. الآن ترك التوقيت، لا تستطيع أمريكا أن تضغط عليه الآن لأنه لا المرشح الحزب الديمقراطي وهي كمالا هاريس تستطيع أن تضغط ولا ترامب يستطيع أن يضغط عليه. يعني الآن نتنياهو هو المتحكم تحديدا، لأن هذا الوقت هو حرج للمرشحين، لا يجرؤ أي مرشح الآن أن يضغط على إسرائيل. شكرا جزيلا لك الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل، كنت معنا من الخليل.